مباراة الزمالك والمقاصة كان اللي هي هتتعاد، هل حصل فيها حاجة؟ ولا عاد ليها قيمة. نعم؟ ولا عاد ليها قيمة خلاص. ما عادش ليها قيمة. للأسف يعني. للأسف الشديد، وده أنا قلته للولاد. واللي راسه ده، يا ريت عندك ربع إرادة رئيس النادي. اللي راحت رافع مرة واثنين وثلاثة عشان يعيد الماتش، عشان تاخد ثلاثة بونت، عشان تشترك في أفريقيا مرة تانية. نفسي تسأل الناس دي، تسأل تقعد مع طارق يحيى. اسأله. نعم. العشرة ايام تجربة معاك حصل لك ايه؟ طب حضرتك تنفع تسمح له نبقى معانا يوم السبت؟ يا بيه انا ما عنديش مشكلة خالص. طيب. انا مقاطع اون سبورت ومقاطع الاخ شوبير، ده مقاطعه. نعم. لانه انت ما تجيش في جنازة وتشبع فيها لطم. دلوقتي الاهلي اتغلب في اول ماتش في البطولة. وكل الاهلاوية بصراحة محترمين وطبطبوا. وقال لك لا، وضربة جزاء ما كانش ضربة جزاء، ولا حد اتكلم، ولا حد فتح بقه بكلمة، والنهارده ورقة موجهة ما حدش اتكلم، خلاص؟ عشان عنده أولاد بيدافعوا عنه. نعم. ما عندوش أولاد، بيهدوا حيله. وبالآخر عملوا اسمهم من نادي الزمالك، والملايين من نادي الزمالك، والمصانع من نادي الزمالك، والبزنس من نادي الزمالك، وبيستنين نادي الزمالك، عشان يقع. صعبان عليهم إن جه رئيس نادي عمل نادي عالمي. نعم. الدوري واربعة كاس وسوبر في سنتين وسمعنا عليهم. بس يا فندم انا يعني انا سمعت طبعا، انا بانقل الحدث، وحضرتك تعلم ان انا يعني عندي علاقه جيده بمعظم الناس دي، وهما بيتكلموا بيقولوا فعلا المستشار مرتضى او مجلس الاداره عملوا كذا وكذا وكذا، وغيروا حاجات كتيره جدا جوه النادي. يمكن الناحيه الفنيه بس هي اللي دايما بتضايق. يا فندم انا مالي مال فنيه. يا بيسال ترى يحيى يقول له انت قاعد 10 15 يوم، مرتضى اتصل بيكوا، شفتوا خليته؟ هم عايزين يولعوا فيا، كنت بعيد، انا اللي هولع فيهم، كنت بعيد عنهم تماما ال 15. يا بيه اساله، يا بيه هاته اساله. والله يا فندم انا عارف، انا نفسي عارف. انت نفسي قبل كده قال لك ما بيكلمنيش. انما دول عيال مجرمه. دول مجرمه، دول خربوا النادي، وهم لعيبه، وهم مسؤولين. فصعبان عليهم، ابعدوا عن النادي بقى، ابعدوا. طب انا شغال مقاول الانفار. جيت بعمل نادي، ببني نادي، وببني فرق، وببني برجع اليد والسله والطايره ومش عارف ايه، واقول لكم النبي خد السلم مفتاح. يا ريت اللي عايز ينزل انتخابات يجي. نعم. يا استاذ تاني بقول اهو، اقسم بالقران الكريم اللي قدامي، ايا كان التاف اللي هينزل ضد الانتخابات في الرئاسه هدي له صوتي، ايا كان، في اكتر من كده؟ واجيب كل القنوات يصوروني وهدي له صوتي. طب يعني مش انتخابات، اعضاء جمعيه عموميه محترمين. نعم. محترمات، فاهمين. نعم. لا طبعا واضح ان انت مش عندك رئيس تحرير، عندك ياسر ده عضو في النادي. يا سياده المستشار، ايه اللي في النادي يا سياده؟ يعني المستشار في النادي فيه 50,000 عضو عامل. انا حضرتك بعدي على طول من جنب النادي من بره، ما بخشش خلاص. يعني يقول لك اصل الطريق مش انشاءات يا شوبير. مش جنينه يا شوبير، مش تقبله كرسي يا شوبير. لا، رئيس النادي الوحيد اللي احترم الاعضاء هو مرتضى منصور، واحترم الجماهير لاول مره من 28 سنه تاخد دوري وكاس مع بعض يا كابتن اسلام. نعم. اخد بالك. طب يا سيادة المستشار ممكن اسال